السلام عليكم، واش راكم خياتي؟ كيفاش راكم دايرين مع الطياب؟ يا هذا شكون اللي مهبلكم في الكوزينه؟ باش نبدلو شويه على البوراك نديرو دي شوسون بالخضر. العقده لداخل ما يهمش واش ديري، المهم واش عندك. الفكره انه العجينه كي تكون فيها الخضره ما تشربش الزيت كي تقليها، ونزيدك تقدري طيبيهم في الكوشه. المقادير: حبه قرعه، حبه زروديه مسكرفجين، نص ربطة معدنوس، وحبة بصل مقطعة، 300 غرام فرينة، نص ملعقة كبيرة خميرة تاع الخبز، ملح، 10 غرامات مارغرين، وربع مغارف زيت. الليمو هذوما ربع كاس حليب، تزيدي عليه ربع كاس ما دافي. نخلطوا المكونات ونبداو الليمو في العجينة تاعنا. ليميها مليح، لا خصت زيدي لها شوية ما، كيما انا هنايا خصتني زدت لها شوية ما، وقادرة ما ترفج، ما تجريهاش على خاطرش الخضرة كي تقعد من بعديك باش تخمر يتلقو شوية ما. حنايا المهم لاباط نتاعنا تكون شادة روحها. عينك ميزانك، كي تتلم العجينة نغطيوها ونخليوها تريح نص ساعة. لافارس ديري واش عندك. انا مولفة هذه نديرها بالطون والفخوماج وشوية هريسة. هذه المرة درت فيونداشي مع الفخوماج. نحلو العجينة فوق بلون دو طرافاي تكوني دايرة فيه شوية فارينة. لا بلوبار هادو الوصفات يعني راهم عندي مكتوبين في البلوغ. هذه المره قلت ندير لكم فيديو. حليها مش رقيقه بزاف وتقطعيها بلون بورت بيس. نحطوا لا فارس، نغلقوهم مليح. تكملي كامل الكميه، سخني الزيت وقليها كما تقدري طيبيهم في الفرن. حطيهم في السنيوه، تسخني الكوشه تاعك وطيبيهم. كي يكونوا يتقلاو واحد الريحه تطلع ما شاء الله. جربوهم وما تندموش. صحه فطوركم، ونتلقاو في وصفة واحدة أخرى إن شاء الله. في أمان الله.